كليب انا بدون جاكيت. ايش فيها؟ ليش تسوي كذي؟ حرام حرام، شكلها وايد وايد عطشانه. اوريو تتصل. السلام عليكم. هلا دانا. وعليكم السلام. الحمد لله. بتجيني اليوم عندي عشان ندرس؟ اوكي بيجي الحين. اوكي تعالي، انا اترياك. يلا مع السلامة. مع السلامة. بروح اجهز الكتب عشان ادرس مع دانا. تحبها؟ خليني اروح. يا دانا، حليتي واجب العربي؟ هي حليته. الاستاذ ما شاء الله عليه يشرح زين، كان وايد سهل يا لولو. شو رايك النادي في الطامي عنا؟ اوكي اتصلي عليها. اوبس، نسيتي ان فطامي ما عندها تلفون، بس خلاص بيتها قريب، بروح اناديها. اوكي اترياك يا لولو. اوكي. فطامي؟ اهلا لولو. السلام عليكم فطامي. وعليكم السلام يا لولو. أنا ودانا مجتمعين، تحبين أنتي تدرسين معانا؟ لأن بكرة عندنا امتحان عربي. ها؟ أوكي. أنا بترياك هني، أنتي بسرعة بس روحي البسي جاكيت من الجو وايد بارد. لا لا لا، مش لازم، بيتكم دافي. ها؟ كيف دافي؟ ترى الجو بارد. بس أوكي أوكي، يلا تعالي أنا أترياك. أوكي بخبر أمي. أوكي أنا أترياك. أهلين يا أحلى صحبات. تفضلوا. شكرا لولو. عفوا. شوفي فطامي، شوفي كيف تشرب. خليها تشرب، شكلها وايد عطشانة. شوفيها ليش تسوي كذي؟ حرام حرام، شكلها وايد وايد عطشانة. خليها تشرب. خليها تشرب، حرام ترى وايد عطشانة، حرام. أكنها وايد بردانة. شو رايكم ندرس في الحديقة البيت؟ الحديقة؟ فطامي عادي ندرس في الحديقة؟ اوكي اوكي يلا نروح. يلا تعالوا. كأن الجو صار بارد. هي شوي. الحمد لله جبت هذا الجاكيت وياي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كأن الجو بدأ يبرد. ماما عطتني جاكيت وايد وايد دافي. حتى أنا نفس الملابس. الحمد لله خلاص. شكرا يا لولو على
على الضيافة الحلوة، خليتينا ندرس. مع السلامة. العفو يا دانا. مع السلامة. سلامة. سلامة. السلامة حتى بروح. فطامي فطامي انتظري شوي، قعدي معي شوي. اوكي يا لولو. فطامي خلي تهني دقيقة وبرجع. أوه الكتاب، لازم أرجع عند لولو. فطامي قبل ما تروحين خذي هذا معك. هذا يا لولو. افتحي. ها شو أعطت فطامي؟ افتحي يا فطامي، هذه هدية بسيطة جدا مني لك يا فطامي. ها جاكيت. هذا الجاكيت وايد احبه بس ما لبسته، بسألك انت تلبسينه يا فطامي. شكرا لولو. لا تبكين دموعك غالية يا فطامي، يلا خذي الجاكيتات، يلا روح البيت عشان البرد. يلا مع السلامة. سلامة. عفوا. بعدين بروح أرجع الكتاب للولو. الحمد لله أنا وايد برتانة. كل يوم أنام بدون جاكيت، دائما أكون بردانة. الحمد لله يوم أحلى ليلة. واو لون وردي أحبه وايد طويل. هذه يوم أروح المدرسة. يا الله كل هذا وتعاني. صراحة يا لولو أنا شفتك أنت تعطين فطامي جاكيت، هل فطامي طلبت منك؟ لا يا دانا طبعا ما طلبت. طيب انت ليش تعطين؟ في ناس يا دانا تخجل انها تطلب، بس نحن لو ما بادرنا ما بتوصل لهم شيء. تعرفين يا دانا فعل الخير يجيب السعادة، وتكونين سعيدة اكثر من الشخص المحتاج. اوه يا لولو كيف اكون مثلك وكيف اكون مبادرة؟ انا اليوم بروح مع امي واشرت نروح كلنا ميكون، كله خير وسعادة وحب وعطاء، مكان لازم نشجع الناس عليه. ها؟ وين هالمكان؟ حتى انتم يا متابعين تعالوا ويانا. اهلا، نحن سوالف بناتي، واليوم حابين نتكلم عن مبادرة جميلة جدا، مبادرة كلها امل وسعادة وتغيير للافضل. مبادرة جسور الخير عبر الهلال الاحمر الاماراتي لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا. حملة جسور الخير تقدر تتبرع بالملابس الشتوية والمواد الغذائية والأغراض الشخصية. حملة جسور الخير هذه أماكنهم في الدولة، وإن ما قدرت تروح تقدر تتبرع عبر الرسائل النصية أو تتواصل معهم عبر هذا الرقم. جسور الخير هي جسور للحياة من جديد، هي جسور من الإمارات إلى أهلنا هناك. نحبكم أطفال سوريا وأطفال تركيا ونحب كل أطفال العالم.